ساركوزي. حسمت المعركة. نيكولا ساركوزي أو نابليون الصغير سقط سقوطا مدويا وغير مسبوق في الجمهورية الخامسة. فعل ساركوزي كل ما يملك من القفز فوق المسارح والحبال وتوجيه الطعنات، وفي النهاية خرج من الحياة السياسية. يعتبر نيكولا ساركوزي الذي ولد سنة 1955 من أب مجاري وأم فرنسية كاثوليكية من بين الرجال الأقوياء في اليمين الفرنسي، وهو من الداعين إلى القطيعة مع السياسات السابقة من أجل إحداث تغيير عميق في المجتمع الفرنسي. دخل المعترك السياسي قبل أكثر من 30 سنة، سخر خلالها كل طاقاته لخدمة طموحه السياسي للوصول إلى رئاسة الجمهورية. مر ساركوزي بفترات صعبة في حياته السياسية، أبرزها عام 1995 عندما فضل مساندة إدوارد بلادور كمرشح للرئاسة على حساب جاك شيراك، الأمر الذي أدى إلى خلاف طويل مع الرئيس الفرنسي السابق الذي انتقده في مذكراته. ولم تكن حياته الخاصة هادئة، بل عرفت بدورها تقلبات كبيرة انتهت بسقوط العلاقة التي كانت تربطه بزوجته السابقة سيسيليا أتياس، التي فضلت ترك أضواء قصر الإليزي لتعيش حياة حرة وعادية في الولايات المتحدة مع عشيق جديد. ولم تنتهي قصص ساركوزي الغرامية إلا بلقائه بزوجته الحالية المغنية كارلا بروني في نهاية 2008، وقد عرفت ولاية ساركوزي الرئاسية تذبذبات كثيرة نتيجة خاصة عن رغبته بإصلاح جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية، فضلا عن ميله إلى الحكم بصورة منفردة. ويعد مشروع إصلاح نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد من بين المشاريع التي سببت له انتقادات كثيرة ودفعت مليونين من المواطنين الفرنسيين إلى الشارع للتعبير عن غضبهم.